انا اوريكم مين باتمان يا شعب يا وسخ، عشان كل من هب ودب ملي فيها باتمان. ايه ده؟ ايه اللي انت لابسه ده يا حاج؟ انا باتمان اللي الفيسبوك كله مقلوب عليه، نزل النهارده عشان اقضي على اي حد عامل فيها باتمان. الحق في صرصار ورا ظهرك. فين باتمان يا حاج السادة بالله كده؟ انت بتخاف من الصرصار، بعدين ده منظر تنزل بيه الشارع. انا خفت من صرصار يا ابني، وبعدين مش محتاج احكي لك عن تاريخي. طبعا يا حاج انجازاتك مسمعه في كل مكان، امال اخر خناقه بتاع الواد بيليا الغزال لما مش عليك في اول الشارع؟ لا ما انت شفته، كانوا كام واحد عليا. بعدين ايه اللبس اللي نزل بيه الشارع ده؟ انت مش عاجبك لبسي؟ انت شكلك ما تربطش بقى وعايز تتربط. لا ما اقصدش حاجه، اقصد ان اللبس ده الناس مش متعوده عليه، ده لبس بتاع ناس عاليه، ناس مش واخده عليه هنا. بقى شوف بقى انت رايح فين، عشان انا نازل اخلص المهمه دي وراجع. انت رايح فين بالظبط عشان لو حصل حاجه اجي لك؟ طيب بص يا ابني انا رايح حلوان دلوقتي، في كام واحد على الفيس كده بيتنططوا عاملين فيها باتمان، عمالين ينزلوا صور وفيديوهات على اساس ان هو باتمان الحقيقي، مع ان انا الحقيقي. المهم قلت لهم احنا هنتجمع في حلوان يوم 13، طبعا رايحين نتجمع كلنا هننزل ضرب في بعض، والله يطلع عايش يبقى هو باتمان الحقيقي، وبعون الله ابوك جايبها في شويه. اجي معاك؟ طيب بس قاعد معاك، ما بيروحش هناك غير الرجال. ذبحوني يابا يابا. يلا يا ابني شوف انت رايح فين. عيبة عيبة يا طيابة. لسه تبص، انا عارف انت علاجك ايه. انت اصلحت باتمان بجد؟ لا اله الا الله. ايه؟